وجه الفريق يونس المصري قائد القوات الجوية كلمة بمناسبة العيد 44 للقوات الجوية المصرية. وسرد الفريق المصري ذكريات المعركة الجوية ضد سلاح الطيران الإسرائيلي فوق الدلتا والتي اشترك فيها أكثر من 150 طائرة من الجانبين، وفقد فيها العدو 18 طائرة. أبرز ما جاء في كلمة قائد القوات الجوية في سياق هذا العرض.